طموعك غالية قوي علينا، وإحنا أسفين إن إحنا بكيناكي، لكن المشهد صعب. أي أم أكيد بتتجرح، وإنتي قلتي كلمة جميلة جدا، قلتي الأم مهما تتوجع وتتجرح. أنا دايما يعني أمي حتى سمعنا الله يرحمها كانت دايما قبل ما تنام تقول قلبي وربي راضي عليكوا يا أولادي، حتى لو انت زعلانة بتقولها بالليل. تقولي أخاف أموت وأنا قلبي زعلان منكم. فأنتي بتعيشي برضا الوالدين، يعني بسم الله الرحمن الرحيم وقدر ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. فإنك أنتي النهاردة اللي شالت وربت وطببت وسهرت وعلمت وعملت كل حاجة، ما تجيش النهاردة لمجرد إرضاء زوجة، لو الزوجة مش كل الزوجات كده الحقيقة يعني، ولكن يجي زي الحالة اللي احنا شفناه ان هم مثلا كانوا عايزين الشقة ودوها بيت مسنين، بيسمع كلام مراته قوي عاوزين يخلصوا منها، يخلص من أهم حاجة في حياته، والبنت ناسية ان هي في يوم من الأيام هتبقى حما. ما انت التطور يعني التطور الطبيعي، انت النهارده بنت بكره هتبقي زوجه، بعدها هتبقي ام، بعدها هتبقي حما، وهتبقي جده. فالطبيعي ان النهارده دان تو دان، اللي انت هتعمليه هتلاقيه. انت بتهيالي اول مره تمثلي مع الناس في الشارع. انا عيطت النهارده. انا ما قالوا بالمسج وكشفت وشي لقيت نفسي متشلفطه الحقيقه. اتفاجئتي برد فعل الشباب الجدعان؟ اتبسطت قوي من شابين ضربوا الواد الغلبان خد البنية جامد يا عيني يعني مناخيره حبيبي، والواد تماسك الحمد لله. بس الحقيقة يعني اتضرب. احنا خلصنا فقرة الحكاية ايوان، وحنروح دلوقتي على فقرة ابيض ولا اسود، بس المشاهدين هيشوفوها بعد رمضان.